أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حدث اليوم الذي نسلط فيه الضوء على أبرز الأحداث لهذا اليوم، ونبدأ بالعناوين. قصتنا الأولى من سوريا وفي تفاصيلها: تركيا تصر على السيطرة على عين عيسى، قتلى وجرحى في اشتباكات وانسحابات عسكرية تكتيكية. القصة الثانية من السودان وفي التفاصيل: عشية ذكرى الثورة، النيابة تمنع اللجوء إلى العنف، والشارع أمام مطالب متشعبة تنتظر التجسيد. القصة الثالثة ستكون من إيران وفي التفاصيل: وكالة الطاقة تخلط أوراق نظام طهران المبعثرة، والطموح النووي في فوردو ينقل خشية إلى تحت الأرض. القصة الرابعة حول كورونا وفي التفاصيل: ما الذي تخشاه من تلقي لقاح كورونا؟ الحدث تفتح منصاتها وتنقل أسئلتكم لطبيب مختص. يبدو أن تركيا قررت السيطرة على منطقة عين عيسى الاستراتيجية بأي ثمن، حيث تستميت تركيا في انتزاع السيطرة على المنطقة رغم النزوح الكبير للأهالي، وذلك بهدف واحد واستراتيجي هو قطع الطريق الرابط بين الحسكة وحلب الدولي أو ما يعرف بالشق الشرقي للطريق من M4. العملية تزامنت وانسحابات عديدة قامت بها القوات التركية، خاصة في مناطق ظلت محاصرة من قبل قوات النظام لفترة طويلة، وانسحبت لمناطق تتواجد فيها آلاف عناصر القوات التركية وفصائل مولية لأنقرة. الاقتتال ما زال مستمرا حتى هذه الساعة في تلك المناطق بحسب مصادر مختلفة من بينها المرصد السوري لحقوق الإنسان. قضية الانسحابات الأردوغانية أو التركية من نقاط محاصرة، الانسحاب هو من خمس نقاط وهي مورك، شير مغار بريف حما، وعلدان والراشدين بريف حلب، والصرمان بريف إدلب. تبقت نقاط لم تنسحب من القوات التركية بشكل كامل وهي داخل مناطق النظام، وهي نقطة العيس في ريف حلب الجنوبي، والشيح عقيل بريف حلب الغربي، والطوقان في ريف إدلب الشرقي. أي أن تركيا انسحبت من خمس نقاط فقط، نقطتين أخريتين لم تنسحب منهم حتى اللحظة، ولكن تركيا لم تنسحب إلى داخل الأراضي التركية، انسحبت إلى مناطق يوجد فيها آلاف الجنود الأتراك، منطقة جغرافية صغيرة وهي مناطق تشكل نحو 50% من مساحة إدلب، ومناطق تقع في مناطق الاحتلال التركي في عفرين وفي ريف حلب الغربي. رصد موقع إيران واير 51 نقطة وموقعا عسكريا لميليشيات إيرانية في المنطقة الجنوبية لسوريا. المنطقة التي تضم خمس محافظات هي دمشق، ريف دمشق، درعا، سويداء والقنيطرة. معنا حول هذه التطورات من أمستردام ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا شيفان خبوري. أهلا بك معنا أستاذ خبوري بحدث اليوم وعلى شاشة الحدث، لنفهم أكثر الصورة، ما الذي يحدث في عين عيسى مع أنباء تقول أنه في سيطرة على قريتين من جانب قوات مدعومة من تركيا، يعني مطلتين على عين عيسى؟ نعم، تحياتنا لكم ولسادة مشاهدي قناة الحدث. يعني نستطيع أن نختصر أو نوصف ما يحدث اليوم في مدينة عين عيسى على الشكل التالي: إنه جيش الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة التابعين لجيش الاحتلال التركي يسعون بقدر ما يستطيعون توسيع رقعة احتلالهم في المنطقة أو في سوريا بصورة عامة وشمال شرقها بصورة خاصة، مستغلين المرحلة الانتقالية للسياسة الأمريكية أو للإدارة الأمريكية الجديدة،
كونهم يدركون جيدا أن الإدارة الأمريكية الجديدة سوف لن تتهاون مع تصرفات السياسة التركية في المنطقة، في سوريا بصورة عامة وشمال شرقها بصورة خاصة. لذلك نحن الآن نجدد نداءنا للأطراف الضامنة لوقف إطلاق النار، ألا وهي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، أن يلتزما بالاتفاق ويوقفا التصرفات التركية والهجمات التركية على المنطقة عند حدها، كون المنطقة اليوم تشهد رعبا للأهالي والمدنيين ونزوح للكثير من الأهالي من منازلهم نتيجة القصف العشوائي من قبل جيش الاحتلال التركي والمرتزقة التابعين لهم. طيب سيد خبوري، حتى نفهم أكثر تفاصيل المعركة، كيف بدأت التطورات؟ على أي أساس؟ يعني هل كان في أي مشاكل قبل أم هذه، أو كانت خطوط التماس يعني محترمة من جانب الجميع؟ يعني في طبيعة الحال تركيا، نحن قلناها ونؤكد عليها، الجميع يدرك بأن تركيا هي دولة احتلال تقوم باحتلال جغرافيا سوريا، وهي ليست المرة الأولى التي قامت بذلك، فقد فعلتها في مدينة سريكانية وأيضا في تل أبيض غريس بي، وأيضا هجماتها بشكل كامل مستمرة، لم تتوقف تركيا لحظة عن السعي لاحتلال جغرافيا سوريا وتدمير البنية التحتية وضرب المكونات ببعضها وافشال مشروع الاداره الذاتيه في لشمال وشرق سوريا، كونها لا ترغب ان يكون هناك مشروع ديمقراطي في المنطقه. وما حدث اليوم في عين عيسى ليس مستغربا، وليس مستغربا ان يحدث في مناطق اخرى من مناطق شمال وشرق سوريا. من جانبنا كاداره ذاتيه ديمقراطيه، نحن لم تتجه من طرفنا ولا طلقه واحده باتجاه الجانب التركي، حتى تركيا تتحجج بأنها تحافظ على أمنها القومي من جهة، وأيضا تتحجج بأن الهجمات بدأت من طرف مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. لذلك نحن نقول بأن ما تسعى إليه تركيا هي استغلال الفراغ الانتقالي للإدارة الأمريكية الجديدة، كونها تدرك جيدا بأن إدارة الرئيس جو بايدن ستكون إدارة ليست بتلك الإدارة القديمة السهلة على التصرفات التركية في المنطقة، إذ سيكون هناك حدا فاصلا لهذه السياسة العشوائية والهمجية التي تتبعها تركيا. لا أدري ما الذي يحصل عندك أستاذ خبوري، ولكن أيضا بالمتابعة مش الحال بمتابعة التطورات، يعني حسب ما فهمنا كان الهجوم فجائي على قوات سوريا الديمقراطية، بس لأكد هذه النقطة، فجأة ليس فجائيا، كانت هناك مناوشات قبل أيام أيضا، ليس يعني بشكل مفاجئ، ولكن الآن نستطيع أن نقول بأن الاحتدام العسكري أصبح بشكل متطور أكثر من سابقته، كون هناك استهداف بالطائرات المسيرة أيضا من الجانب التركي للمنطقة، ونحن نتوقع أن تتطور الأمور إلى أكثر أيضا. طيب حضرتك نشدت يعني سواء روسيا إحدى الأطراف الضامنة مفروض بالاتفاق بالمنطقة، وحتى نشدت الولايات المتحدة، بس بالحديث عن روسيا تحديدا، هل من تواصل معهم؟ في قوات روسية كمان موجودة في مناطق قريبة، هل من أي تحرك على الصعيد الروسي باتجاه هذه التطورات؟ يعني حسب الاتفاق بيننا وبين الولايات المتحدة، بين الإدارة الذاتية أي بين قوات سوريا الديمقراطية والولايات المتحدة الأمريكية، أن يكون هناك، كان الاتفاق يشمل مناطق رأس العين سريكانية وغريس بي، أن يكون هناك تراجع لقوات سوريا الديمقراطية وسحب السلاح الثقيل على أن يكون الولايات المتحدة الأمريكية طرفا ضامنا، وأن تكون روسيا مشرفة على تلك المنطقة، وأن يكون هناك تنسيق لحماية المنطقة من أي تدخلات عسكرية سواء كانت تركيا أو غير تركيا. ولكن في الحقيقة اليوم تركيا لا تلتزم بذلك الاتفاق، فقد حولت المنطقة إلى مستعمرة تركية وطردت الأهالي الوصلاء من تلك المنطقة، وتم تغيير جريمة التغيير الديموغرافي فيها. وما يحدث اليوم في عين عيسى أيضا نفس الانتهاك، وعين عيسى حتى تبعد عن المنطقة الحدودية لأكثر من 30 كيلومترا، وبذلك نستطيع أن نؤكد ما قلناه سابقا بأن تركيا تسعى إلى احتلال جغرافيا سوريا وليس أكثر. لذلك الأطراف الضامنة يجب عليها القيام بواجبها وباتفاق. لم تفعل شيء يعني حتى الآن الأطراف الضامنة حتى الساعة؟ حتى الآن ليس هناك أي رد فعل حقيقي وعملي. طيب. من قبل الأطراف الضامنة بالنسبة للنزوح، ولكن
نعم تفضل أكمل. من الناحية من الناحية الميدانية نستطيع أن نقول بأن قوات سوريا الديمقراطية قد أفشلت عملية عسكرية وهجوم من قبل الفصائل المرتزقة التابعين لجيش الاحتلال التركي بالسيطرة على طريق أنفور في شرقي عين عيسى. حتى الآن هذه هي التطورات التي نستطيع أن نقولها، بالإضافة إلى أنه هناك الكثير من القتلى ضمن الصفوف، ما يسمون نفسهم مرتزقة الجيش الوطني من قبل قوات سوريا الديمقراطية. بموضوع النزوح، حضرتك تحدثت عن حركة نزوح، نريد أن نفهم أكثر إلى أين، ويعني هل من ملاجئ آمنة اليوم للنازحين؟ بالتأكيد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تقوم بواجبها تجاه الشعب في تلك المنطقة بتأمين ما تستطيع تأمينه من خدمات لهم، ولكن في طبيعة الحال نحن الآن نمر بظروف صعبة. هناك بالإضافة نحن خرجنا جديدا من معركة كانت تجابه أعنف تنظيم إرهابي في العالم، ألا وهي مع القتال مع تنظيم داعش الإرهابي. وبذلك اليوم نحن في تلك الظروف الصعبة، تأتينا هجمات مكررة من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. لذلك الإدارة الذاتية الديمقراطية لديها الإمكانيات في أن تساعد المدنيين وتساعد الأهالي إلى حد معين، ولكن هنا يقع على عاتق المجتمع الدولي أيضا أن يقوم بواجبه تجاه هذه الانتهاكات وتجاه هؤلاء المدنيين الذين يذوقون الأمرين على يد هذا الاحتلال التركي. هل وهذا الصمت المخزي للأسف. هل من أرقام تقريبية لأعداد نازحين حتى الآن؟ هناك نازحين كثيرين، ولكن كما تشاهدون بأن الأحداث ساعية وبكل دقيقة هناك تطورات، لا نستطيع أن نحصي الأعداد بشكل دقيق. نعم. ولكن هناك هجرات للمدنيين، وهناك معاناة كبيرة للنساء والأطفال الذين هربوا نتيجة القصف بشكل همج، بشكل عشوائي، هربوا إلى أماكن متعددة. هي حقيقة مأساة حقيقية، لا بد للمجتمع الدولي وأيضا لجميع الأطراف الدولية أن يقوموا بوضع حد لهذه السياسة التركية الهمجية التي باتت تعادي العالم، وليس مناطق شمال وشرق سوريا فقط. نعم. هي كانت تكذب عندما تقول نحن نخشى على أمننا القومي، ولكن كما تشاهدون وكما يشاهد العالم بأن اليوم الخطر التركي بات خطرا عالميا. طيب. بات خطرا يهدد دول عربية عديدة ودول خليجية ودول إقليمية. لا بد أن يكون هناك تفاهم وتوافق وتضامن دولي تجاه هذه السياسة الهمجية. وضحت هذه الفكرة، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. معنا من أمستردام ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا شيفان خبوري. والآن إلى ضيفنا من إسطنبول المحلل السياسي مهند حافظ أوغلو. مساء الخير، أهلا بك معنا في حدث اليوم وعلى شاشة الحدث أستاذ مهند. يعني أعتقد أنه استمعت لضيفنا من الإدارة الذاتية، يعني هو يتحدث عن هجوم تركي على منطقة عين عيسى، وهو يقول أنه يعني سياسيا هو استغلال للمرحلة الانتقالية الأمريكية، وهو خرق للاتفاق الذي موجود سواء بين الأطراف الضامنة لأستانا أو حتى مع الولايات المتحدة. لماذا هذا الهجوم الآن؟ سعدي مساء أستاذ لارا وجميع المشاهدين. طبعا لا يحق له أن يتكلم عن الجيش المحتل التركي، هذا أولا. ثانيا، تركيا لا يهمها في الشمال السوري إلا الحفاظ على أمنها القومي، وعندما تتدخل في عمليات عسكرية هي فقط وفقط للحفاظ على أمنها القومي. إذا كانت الأطراف الأخرى لا تلتزم بما اتفقت عليه مع تركيا كروسيا والولايات المتحدة، فإن تركيا كما قال الرئيس أردوغان منذ حوالي 10 أيام، إذا لم تتفق هذه الأطراف وتنفذ ما اتفقنا عليه فإننا سوف نذهب ونقوم بعمل عسكري. ما الذي الآن لحد هذه اللحظة العملية العسكرية؟ يا سيدتي، هذا المكون الكردي الذي هو مرفوض
من كل الأكراد القسد وتابع للبي كي كي وكلهم ضد المكون الكردي. رأينا كيف كان هجومهم على البيشمركة في الشمال العراق، لا يأفون ولا يتوقفون عن إراقة الدماء أيا كانت، سواء كانت كردية كانت عربية. في مخططهم مخطط كبير، يريدون إيجاد دولة ومن ورائهم أجندات خاصة، لا هي كردية ولا هي عربية ولا هي إقليمية، لديهم مخطط خاص لا أحد يعلمه. هم يعتمدون الآن ويحاولون المماطلة إلى حين وصول الرئيس بايدن إلى قيادة البيت الأبيض، ومن ثم سوف يتعامل. حتى أفهم الصورة، يعني عذرا على المقاطعة، ولكن نفهم الصورة أكثر. كان في خطوط تماس موضوعة وهم موجودون، قوات سوريا الديمقراطية موجودون بهذه المنطقة باتفاق موجود وبضمانات سواء مع روسيا أو مع الولايات المتحدة، وخطوط تماس جدا واضحة للجميع. اليوم أو بالأيام الماضية بدأ يعني انهيار هذه الخطوط. ما الذي تغير؟ يعني بالنسبة لتركيا هذا الموضوع موجود منذ فترة طويلة، لماذا الآن هناك يعني تحرك في الإطار؟ التسللات من عناصر قسد إلى مناطق ليست مناطقهم، ومن ثم التسلل إلى الداخل التركي وضبط الكثير من هذه العناصر، هذا ما جعل تركيا تستنفر وتعطي الضوء الأحمر تجاه روسيا لكي تضبط إيقاع قسد ومن ثم الولايات المتحدة. ولكن حتى العرض الروسي الأمس، كان هناك اجتماع في مطار القامشلي ما بين قوات النظام ممثلين عن النظام وعن روسيا وعن قسد، ولكنهم لم يقبلوا حتى قسد، لم تقبل حتى العرض الروسي. العرض الروسي رفض من قبل مجموعات قسد، كيف لتركيا أن تقبل به؟ أي عرض روسي؟ ينص على إبقاء العرض الروسي طرح على أنقرة وطرح على قسد، وهو إبعاد قوات الجيش الوطني 4 كيلومتر شمال عين عيسى و2 كيلومتر لقوات سوريا الديمقراطية جنوب شرق عين عيسى. هذا مع إبقاء مربع أمني وعناصر من الأسايش لإدارة الأمور المدنية هناك. تركيا لن تقبل بوجود سلاح واحد في هذه تلك المنطقة على الولايات المتحدة وعلى روسيا التحرك سريعا، وإلا العمل العسكري سوف يكون قادم. رأينا كيف يعني حاولت قسد تشويه سمعة، يعني هي محاولة ضغط من تركيا على الولايات المتحدة بهذه المرحلة. هي رسائل، هي لحد الآن هذه رسائل سياسية ترسلها أنقرة لكي لا يكون هناك عمل عسكري ويتم تنفيذ ما اتفق عليه، ولكن إذا لم يتم فإن العمل العسكري قادم. تحاول قوات سوريا الديمقراطية تشويه سمعة تركيا من خلال قطع المياه والكهرباء عن الحسكة ومدينة رأس العين، كون الكهرباء في أيديهم. هذا لا يمكن أن يتم، ولا يمكن لتركيا أن تثق بهذه القوات مهما ضأولت ومهما قيل عنها أنها مدنية ولإدارة أمور مدنية. منذ أسبوع تم قتل أكثر من 3 شهداء من الجنود الأتراك في رأس العين. الأمر واضح، يعني هم مرفوضون من قبل مكونهم الكردي العام لأنهم لا ينتمون إليه، هم ينتمون إلى شخصهم، إلى منظوميتهم، إلى أديولوجيتهم، يحاولون فرض أمر واقع بدعم أمريكي، وهذا لا يمكن أن تقبله تركيا. طيب سيد مهند، يعني طبعا في هذه المناطق وجود عسكري ولكن أيضا وجود مدني كبير، ضيفنا قبل قليل تحدث عن حركة نزوح كبيرة، يعني ما ذنب المدنيين؟ هم مسؤولون عن هذا. لماذا يحاولون خرق وقف إطلاق النار وعمليات تسلل لعناصر بقيام بعمليات إرهابية؟ كم وكم من المضبوطات التي ضبطت من المتفجرات؟ لماذا يحاولون هذا؟ هم يريدون أن يقتلون مدنيهم ومدني غيرهم، لا يفتؤون ولا يهمهم أيا كان الدم، أيا كان عرقه، لا يهمهم الإنسانية، يهمهم فقط تنفيذ مخططهم التوسعي العابر للحدود والعابر واللا دولتي. طيب. العوامل اللا دولتية الآن في النظام الدولي لم تعد مقبولة وسوف يوضع لها حد صارم، وتركيا فاعلة في ضمن المجتمع الدولي ضد هذا. بس اليوم في اتفاق واضح على موضوع طريق M5 و M4، ولكن M4 اليوم لأنه طالما عين عيسى على هذا الطريق. أي تغير بهذا الموضوع سيؤدي إلى يعني تغيرات كثيرة بالتفاهمات العسكرية التي حصلت الفترة الماضية. هل تريد تركيا السيطرة على M4؟
يا سيدتي هناك تفاهمات ما بين تركيا وروسيا والولايات المتحدة على الطرق الدولية. تركيا لا يهمها الانفور ما دامت طرقات الانفور لا توجد فيها قوات كردية مارقة تريد وتهدد الأمن القومي التركي. إذا كان الاتفاق ما بين تركيا وروسيا وأمريكا ومن خلفهم النظام السوري وإيران، فإن هناك أفقا للحل والوصول إلى صيغة تفاوض وحل يرضي الأطراف كلها، ولكن وجود مكونات وميليشيات عابرة للحدود وخارجة عن النطاق الدولي هذا لا يمكن أن تقبل به تركيا، ويجب أن لا تقبل به لا الولايات المتحدة ولا روسيا. لذلك هذا التعامل الذي يتعاملون به في تلك المنطقة يجب أن يكون هناك رد تركي. تركيا تتجهز والحشودات الميدانية تقول أن هناك عملا عسكريا إلا إذا ضغطت الولايات المتحدة وروسيا على ذلك المكون الانفصالي، آنذاك سوف لن يكون هناك أي عمل عسكري تركي. أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من اسطنبول المحلل السياسي مهند حافظ أوغلو. حدث اليوم مستمر معكم وفيها أيضا ذكرى ثورة السودان تحل غدا وترقب لتظاهرات. لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل لأربع وعشرين ساعة، لأننا نستطيع أن نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة، أصبحنا الحدث. بكم من جديد. في السودان تعيش البلاد في أجواء ذكرى الثورة وترقب ليوم كبير غدا. النيابة وجهت قوات الشرطة بعدم استخدام الرصاص أو الغاز المسيل للدموع لتفريق التجمعات السلمية المقرر تنظيمها السبت في ذكرى اندلاع الثورة. وبحسب بيان للنيابة العامة فإن الاجتماع أكد على حق التظاهر السلمي ومشروعية المواكب السلمية. وذكر البيان أن الاجتماع أعلن التزام الدولة بحماية المواكب السلمية وناقش الأخطاء التي صاحبت المواكب السابقة التي نتجت عنها حوادث قتل، مشيرا إلى أن المجتمعين أكدوا كذلك على مشروعية تلك المواكب وعلى عدم استخدام القوة المفرطة وأجازوا خطة لتأمينها. لنتذكر معا كيف بدأت الثورة التي أسقطت نظام البشير داخل السودان. خرجت تظاهرات لطلاب المدارس في مدينة عطبرة شمال البلاد في تاريخ 19 من ديسمبر عام 2018. رفعت تلك التظاهرات شعارات ضد غلاء المعيشة وندرة الخبز وطالبت كذلك بالحرية، لتكون الانطلاقة الفعلية للثورة التي أسقطت نظام عمر البشير في 11 من إبريل من عام 2019. التحول الفعلي في مسار الثورة السودانية حدث عندما أضرم المتظاهرون النيران في مقر حزب المؤتمر الوطني بمدينة عطبرة، وهو الحزب الحاكم حينها برئاسة الرئيس المخلوع
عمر البشير. بعد هذا التحول وخروج التظاهرات المطالبة بالحرية، ظهر تجمع المهنيين السودانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تصدر تجمع المشهد وظل يحدد مواعيد التظاهرات وحتى مساراتها، ولقي ترحيبا شعبيا. ولاحقا أعلن تجمع المهنيين عن ميثاق موحد لقوى الحرية والتغيير، هو إعلان الحرية والتغيير في الأول من يناير من عام 2019، لتنضم إليه غالبية القوى السياسية المعارضة والحركات المسلحة لاحقا، وتنشئ تنسيقية موحدة لهذا التحالف العريض. ظل تجمع المهنيين يناظم التظاهرات حتى سقوط النظام في 11 من إبريل 2019 وتشكيل المجلس العسكري الانتقالي بنهاية الشهر الذي سقط فيه نظام البشير. ثم تفاوضت قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري حينها لتصل إلى الوثيقة الدستورية التي تشكلت بموجبها هيكل السلطة الحاكمة حاليا في 17 من أغسطس عام 2019. على كل، لنقرأ قليلا بالتظاهرات المنظمة غدا والشعارات التي سوف تحملها مع ضيفنا من الخرطوم القيادي في الحرية والتغيير والأمين السياسي للحزب الجمهوري حيدر الصافي. مساء الخير أستاذ حيدر، أهلا بك معنا دائما على شاشة الحدث وبحدث اليوم. أهلا فيك، يا هلا. يعني إذا ما أردنا أن نقرأ قليلا بالتظاهرات غدا، هل يمكن القول أنه على الأقل المشهد اليوم مختلف قليلا عن العام الماضي؟ نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. استأذنك في أن أحيي أسر الشهداء والذين أشعلوا هذه الثورة، وأحيي أهلي بمدينة عطبرة الذين انطلقت الثورة بغضبهم وانطلقت الشرارة من هناك. أنا أفتكر أنه اليوم الاحتفال القد هو احتفال مهم جدا، وما قرأته عن ما تفضلت به النيابة دليل على أن الثورة اكتسبت مشروعية واكتسبت حق التعبير كحق أصيل يحمى بالقانون ويتضافر الناس في حمايته وفي دفعه. يوم القد هو يوم متنوع، فيه شعارات كثيرة، في شعارات مناهضة للحكومة، ولكن في معظمها هي شعارات تعمل على إصلاح السلطة الانتقالية والشكوى من أنها لم تكمل هياكلها، وكذلك حتى السلطة التنفيذية والحرية والتغيير أيضا هي تعمل على الإصلاح، بدليل أنها تعمل على حل الحكومة الحالية، بمعنى أنها الطاقم الوزاري والمكون المدني في مجلس السيادة. فجميعهم يعملون في ظروف صعبة، ولكن هنالك اكتساب حقيقي للثورة. نعم. وأنا أفتكر يوم القد يوم الجميع عليهم أن يشاركوا فيه. طيب، طبعا ما حضرتك ذكرته كنا ذكرناه، موضوع النيابة ويعني عدم استخدام العنف والتحذير من ذلك. غدا بالمشاهد السابقة والتظاهرات السابقة كان في يعني تحول لبعض التظاهرات إلى مشهد عنف، بعض المواكب أيضا شهدت سقوط قتلى. ما الذي قد يكون غدا مانعا لتكرار هكذا مشهد؟ كل شيء ممكن، ولكن نسبته قليلة جدا، وأنت كما تعلمين الكثرة المحكومة هي دائما توجه القلة الحاكمة. الانتقادات الكثيرة في التواصل الاجتماعي والبيانات والاحتجاجات جعلت الشرطة وجعلت حكومة الولاية بالتحديد وجعلت النيابة تستعد لهذا اليوم استعدادا أفضل مما سبق بكثير. وأيضا هنالك تفتيش لكي لا يندس بعض المخربين، وتفتيش أيضا لأسطح المنازل لكي لا يحصل هنالك شكل مرتد لهؤلاء الثورة. قد تحدث هنا وهناك إخفاقات، ولكن على أي حال هي ماشية في خط أفضل مما سبق بكثير بدليل هذا البيان. طيب سيد حيدر، يعني بالتظاهرات السابقة واللي شاهدناها قبل أشهر قليلة من الآن كان في فعلا يعني غضب كبير على أداء الحكومة. يعني عم تقول حضرتك تقول أنه قد سيكون هناك جماعات غدا حاملة هذا المطلب، ولكن هل يمكن القول أنه اليوم يعني حالة الغضب لدى الشارع أقل من الأوقات السابقة، ليس فقط على الحكومة بل على كل الأجسام الحاكمة اليوم؟
نعم، هي الانتقال من الأنظمة الشمولية إلى الأنظمة الديمقراطية لا يكتمل بالرغبة وحدها، يكتمل أيضا بالمعرفة بتحقيق الديمقراطية، وهي لا تسير في خط مستقيم أو في خط أفقي، ولكنها تسير كالموجة، تعلو حينا وتتضع أحيانا، ولكنها تسير في الاتجاه الصحيح. على أقل تقدير هنالك انتقادات، ولكن هنالك أيضا دعم لحمدوك، لأنه هو يعني هنالك إنجاز أيضا من الناحية الأخرى في تحقيق السلام ورفع اسم السودان ومحاولته لتحقيق هذا الإصلاح بتغييره للطاقم الوزاري في توافقه مع الحرية والتغيير وأطراف السلام. فعلى أي حال المشهد في مجمله هو ماشي في اتجاه تحقيق أهداف الثورة، وأيضا هنالك صوت عالي بالنسبة للمجلس التشريعي، وبالرغم أن المجلس التشريعي هو مجلسا غير منتخب، أيضا هو آتي بالرحمة الثورة، وأيضا قد تنجب معه بعض الإشكالات هنا وهناك، لأنه من الصعب التراضي حول مقاعد محدودة. ولكن كما ذكرت لك أن الحراك السياسي دائما لابد أن يشفع بثورة فكرية وثورة ثقافية يعني تعالج التشوهات التي حدثت للمنظومة المجتمعية عبر 30 سنة الماضية. وعموما أنا على المستوى الشخصي افتكر هذا هو يوم مهم وله ما بعده في دفع مسار الثورة في الاتجاه الصحيح. طيب طبعا يعني تأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة، يعني يومين، على اجتماع مجلس الشركاء الذي أيضا كان في غضب بالشارع حوله، أو على الأقل حول صلاحياته لنكون أكثر دقة. هل اليوم تم فعلا يعني الاستجابة لمطالب الشارع بموضوع هذا المجلس؟ هل أنتم راضون؟ نعم، المجلس الشركاء تم بالمادة 80 في الوثيقة الدستورية، وإلقاء هذا المجلس يعتمد على طعن دستوري لكي لا يهون الدستور بالمطالبات الشعبية فقط، لابد أن تمشي في المسار الصحيح. الصلاحيات لمجلس الشركاء تم التعديل عليها بعد بيان الحرية والتغيير وبيان السيد رئيس مجلس الوزراء واعتراضات كثيرة، الآن وضعه في وضعه الطبيعي لأن يكون مجلسا تنسيقيا توافقيا يخفف من البيانات ولا يحدث أي تدخل في السلطة التنفيذية ولا السيادية ولا التشريعية، ولا يقف عقبة ولا بديل للمجلس التشريعي، كما أنه لا يسلب الحق الذي اكتسبته الحرية والتغيير وأطراف السلام وفق الوثيقة الدستورية. فالآن هو يمكن أن يلعب دورا إيجابيا إذا سار في هذا المسار لإزالة التنوع والتباين، لأن كما تعلمين أن السلطة في السودان الآن هي وضعها استثنائي، وهنالك تباينات من المكون العسكري والمكون المدني وأطراف السلام وكذا، وهم يحتاجون إلى بوتقة تحاول بقدر الإمكان تخفف الحدة بتاعت الصراع وتزيل التباينات الحادة في القضايا العليا، ولكنه ليس أكثر من مجلس يقدم النصح للسلطة التنفيذية. طيب أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة معنا من الخرطوم، القيادي في الحرية والتغيير والأمين السياسي للحزب الجمهوري حيدر الصافي، شكرا لك. كل الناس كانت مستاءه طيلة الفترة الفاتت، لكن اللي جينا ونحن في الفترة الفاتت أول حاجة الحرية التامة في أنك تعبر عن شيء دائم، دي شيء كان مفقود. يعني زمان كان الواحد بخاف من أخوه، بخاف من أمه، بخاف من أي زول قاعد معه، حتى في البيت أو حتى في الشارع، حتى في مكان العمل. رفع الحصار الاقتصادي عننا، يعني ده يعني حاجة كبيرة جدا وبشارة بتاعت خير تقريبا لكل الناس، يعني لكل الشعب السوداني. لأن احنا حرمنا في فترة 30 سنة وأكثر من 30 سنة من إنه نحن نتواصل مع العالم الخارجي، سواء كان اقتصاديا وثقافيا. والله بتمنى إنه إن شاء الله بإذن الله في خلال الأعوام القادمة إنه يكون في انفراج، والأزمة الاقتصادية طاحنة جدا جدا ونحن متحملين رغم الغلاء والمعاناة في المواصلات وفي العمل وعدم السيولة والمعيشة الصعبة الضنكة، يعني الإنسان بيتحمل ورابطين الجيش على أساس أنه تحقق لنا طموحات، ونتمنى أنه في السنين القادمة أنه عم الرخاء وأنه الدولة تهتم بالمورد الاقتصادي اللي هو الزراعة. أفتكر أنه لو في إخفاقات
أنا كمواطن مشترك فيها، وأخواني ديل برضو مشتركين فيها، والدولة برضه لها دور كبير جدا جدا. لكن المأزق الحقيقي والمشكلة الحقيقية هي مشكلة بتاعت قيادة ومشكلة بتاعت إدارة. نحن بلد بيتمتع بخيرات كثيرة جدا جدا، دورنا نحن كمواطنين، دورنا كأفراد، دورنا كمعلمين، دورنا كدكاترة، دورنا كسياسيين، أي زول عنده دور عظيم مفروض يقوم به. لو ما تركنا مسألة التكتلات والمزرعة بتاعت الحزبية ومزرعة بتاعت الجهوية والمزرعة بتاعت القبلية لا نستطيع أن نتقدم لأي خطوة للأمام. ما شفنا أي تغيير إيجابي، التغيير كله كان سلبي وعبارة عن تشفي سياسي وتصفيات سياسية بين أحزاب يسارية ويمينية، وما شفنا أي حاجة إيجابية في البلد. والناس كانت بتنشد التغيير الإيجابي، الناس للأسف الشديد التغيير كان سلبي. ياخذ السكر للسوق ده اللي بيجي ب 180 جنيه، البن بيجي ب 140 جنيه. يا جماعه والله كلامكم ده زي ده غلط والله العظيم. احنا يعني الحاله دي ان شاء الله هالسنه يوم ما السنه الجديده ان شاء الله اي حاجه تتغير لنا ان شاء الله بقدره الله. السنتين اللي فاتوا ديل يعني في مراحل طبعا تعبنا فيها شديد، انه كعزمات للبنزين، اما الغاز، اما العيش، اما المواصلات، يعني تعبنا فيها ولقينا يعني في فرق كبير جدا، لانه التعليم وقف تماما في الدوله كلها، انه ما في تعليم، وحتى الوضعيه ذاته يعني يتغير تماما. وبنتمنى ان شاء الله الفتره الجايه تكون فتره جميله جدا. حدث اليوم مستمر معكم، وفيه بعد الفاصل سفارات غربية في ليبيا تندد بالتهديدات ضد مؤسسة النفط. قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة، لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل ل 24 ساعة، أصبحنا الحدث. سنوات من العمل الإخباري في ساحات المعارك والأحداث، مع رحلات الهروب والخوف، مشاهد أكبر من القدرة على التعبير، صور لا تفارق الذاكرة، ستطوى كعادتها جميع الصفحات، لا يبقى إلا الإنسان. أهلا
أهلا بكم من جديد. أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تهديد جماعة مسلحة للمؤسسة الوطنية للنفط وشركة البوريغا لتسويق النفط التابعة لها، ولوحت البعثة بفرض عقوبات دولية على تلك الجماعات لما تمثله هذه التهديدات من انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي. وكان إنتاج النفط الليبي قد تعرض لانتكاسات خطيرة خلال العام الحالي بسبب حظر التصدير المطول الذي رفع قبل 3 أشهر بعد أن تسبب بخسائر بلغت 11 مليار دولار. هذا أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا دعمها موقف الأمم المتحدة بإدانتها لكل ما يواجه تهديدا للمؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدة أنه حان الوقت للبناء والتقدم نحو الوحدة في ليبيا بدلا من مواصلة العمل الأحادي. من القاهرة معنا حول هذا الموضوع عبد الباسط بن هامل الصحفي الليبي. مساء الخير أستاذ عبد الباسط، أهلا بك معنا بحدث اليوم وعلى شاشة الحدث. من الذي يقوم بتهديد المؤسسة الوطنية للنفط؟ مشاهدين الكرام، سؤال مهم حقيقة. يعني هذه هي الميليشيات، يعني حتى وإن لم يتحدث عنها البيان بصحيح العبارة بيان المؤسسة الوطنية للنفط، أو لم يتحدث عنها السفراء الذين أعلنوا موقفهم الواضح والصريح اتجاه هذه الأفعال والتي أدانوها ورفعوا سقف حتى الإدانة إلى أنهم سيكون هناك معاقبة دولية لهذه المجموعات المسلحة. هذه مجموعات منضوية تحت حكومة الوفاق، ميليشيات سواء موجودة في طريق المطار بقرب المقرات للشركة البريغا أو أيضا في مدينة الزاوية. يعني الكل يعلم أن هذه الميليشيات هي ميليشيات على طول السنوات الماضية تمارس ابتزازها وتمارس الارتزاق في المرافق النفطية المهمة والمرافق الحيوية والتي هي تقتات عليها الحقيقة. هذا مصدر دخل كبير جدا يوفر لها ملايين من الدينارات الليبية. نعم. طيب، يعني كان في تسوية كبيرة قبل 3 أشهر لتهدئة هذا الموضوع ولفعلا التمكن من العمل بالموانئ النفطية بشكل مرتاح، ماذا تغير؟ لا، هو حقيقة هناك تنويم، ربما ليس في الموانئ النفطية ولكن نحن نتحدث على مدينة الزاوية هنا تحديدا. يعني هناك بعض العناصر الميليشيات هي للأسف منضوية تحت ما يسمى بحرس المنشآت التابع لحكومة الوفاق، وهذه ميليشيات معروفة يعني مثل القصب وغيرها من هذه الأسماء اللي حقيقة فضل السراج أو فضلت حكومة الوفاق وزارة الداخلية اللي ترأسها فتحي باشاغا التعايش مع هذه الميليشيات، مكونهم ميليشياوي. يعني هو لم يتغير شيء، لأنه ربما هناك حالة تمرد ربما أو محاولة ابتزاز كبيرة جدا من ملايين أخرى يحاول جبايتها قادة الميليشيات. هذا هو ما جرى على الوضع أيضا. يعني صنع الله يريد أيضا أن يكون هو البطل أيضا في الصورة، يحاول أن يكون هو ربما مركب جديدة، ربما أن يتقدم إلى الأمام ليتحصل أيضا على حكومة الوفاق، ربما يترأس حكومة مقبلة، هكذا يبحث الرجل على مكان أكبر في المرحلة المقبلة. طيب، إذا يعني ما أردنا أن نفهم أكثر الصورة، ما هي هذه التهديدات التي تحدثت عنها المؤسسة الوطنية للنفط؟ ما الذي حصل حتى استفز هذا الموضوع المؤسسة الوطنية للنفط، البعثة الأممية والولايات المتحدة من بعدها؟ لا، الولايات المتحدة تريد أن تعيد الصادرات الليبية. احنا نعلم جيدا أن الصادرات بدأت تعيد شيئا فشيئا إلى ما كانت عليه من طيب قبل. بس ما التهديدات التي حصلت، هل تؤثر على الصادرات؟ لا، لن تؤثر على الصادرات، بالعكس، يعني الصادرات ستبقى مستمرة ومتدفقة. بالأمس كان هناك ارتفاع في شركة البريغا، ارتفاع الصادرات يعني قبل الإقفال كان هناك 55,000 برميل في اليوم. بالأمس أعلنت وفي حدث مهم جدا هو ارتفاعها إلى أكثر من 100,000 برميل شركة البريغا بنفسها. يعني اليوم نتحدث عن صادرات تصل إلى أكثر من 1,200,000 برميل يوميا، وربما في غضون شهرين سنعود إلى أو ثلاثة إلى مثل ما كنا في السابق إلى 1,600,000 و1,700,000 برميل يوميا. يعني المعدلات تعود شيئا بشكل طبيعي، لكن هي المشكلة في الإدارة، المشكلة التهديدات التي تصل إلى رئيس المؤسسة إلى المدراء إلى العاملين. التهديدات هذه ربما الإداريين يعني الموجودين في العاصمة طرابلس اللي حياتهم دائما معرضة للتهديد والابتزاز، يعني الموجودين في المقر الرئيسي داخل طرابلس. هذه المسألة مهمة جدا، العمل الإداري الذي هو أصلا هي مؤسسة تحت حماية جزء من ميليشيات، مثلا ميليشيا الردع، ميليشيا النواصي، ميليشيات الموجودة كتيبة ثوار طرابلس، هذه المحيطة والتي تحمي المقر المؤسسة الرسمية. وبالتالي هذه المجموعات المسلحة والغير منضبطة دائما نراها تبتز الحكومة، يعني تحاول الحصول على أولا مواقع في العمل، مواقع في الحماية، أيضا توفر لها المال الحكومة، توفر لها السيارات وغيرها من هذه المسائل.
طيب، يعني ما أعلنته البعثة الأممية عن إمكانية عقوبات وإدانة شديدة لهذا الموضوع هو يعني محاولة لطمأنة الحكومة أو حماية الحكومة، أو ما الأهداف من هذا الموضوع؟ لا، هو طبعا احنا نتمنى ان تكون في جديه، لان لا اعتقد ان هناك جديه حقيقه من قبل البعثه الامميه او حتى السفراء، وان يكون هناك فعلا ادانه او تسميه هؤلاء الاشخاص بعينهم، يعني مثل يعني اشخاص مثلا في الزنتان، هناك ميليشيات في الزنتان يعني تساوم وتدفع لها المؤسسه الوطنيه للنفط بعض الاموال، هناك ميليشيات في الزاويه، هناك ميليشيات في صبراتة، هناك ايضا مجموعات ربما في مناطق اخرى يتم فيها مقايضه الدوله الليبيه ودفع اموال واتاوات، يعني هذا امر خطير يعني سابقه لا يمكن ان تتكرر ويجب الوقوف عندها. نعم نعم. لا دوليا استاذ عبد الباسط، النفط بليبيا طبعا هو خط احمر للكل، مصالح فيه ويعني العين عليه، وبالتالي اذا يعني اليوم تم خرق او وجود هكذا تهديدات وحتى عمليات امنيه قبل يومين او ثلاثه ايام، هل يعني ما الذي يفهم من هكذا حركه او هكذا تصرف بهذه المرحله، بوقت انه كل الاطراف الدوليه اوضحت انه موضوع النفط يجب أن يكون هناك اتفاق عليه بغض النظر؟ اتفقوا بالمستويات في ليبيا، بكل المستويات اتفقوا على إعادة إنتاج النفط، فتح الموانئ سواء في شرق ليبيا، لأن تدفق بشكل طبيعي لا توجد هناك مشاكل، لكن إعادة تهديدات الموانئ، لكن الميليشيات التي هي تحاول أن تبتز، يعني كما قلت لك في السابق، يعني هي تحاول أن تبتز الحصول على أموال ملايين الدينارات من جديد، يعني وصلع الله يريد أن يخرج هو البطل يعني في الصورة، وأن يخرج هو المنقذ وهو الحامي لثروات الشعب الليبي، رأيناه حتى في البيانات السابقة ضد في مناكفة ضد محافظ المقال المصرفي المركزي أصلي الكبير، كيف أنه يريد الحفاظ على الإيرادات الأموال الليبية التي تأتي من جباية من النفط، ولكن هذا الأمر حقيقة لا نريده أبدا، نريده في إطار حماية مصالح الليبي ثرواتهم، ونتمنى أن تكون فيه حقيقة جدية يعني من المجتمع الدولي لحماية الأموال الليبية وثروة الشعب الليبي. أشكرك جزيل الشكر سيد عبد الباسط بن هامل الصحفي الليبي ضيفنا من القاهرة على هذه المداخلة. في تونس، منظمات وعدد من مكونات المجتمع المدني وكتل برلمانية اجتمعت اليوم في وقفة احتجاجية أمام البرلمان للدفاع عن مدنية الدولة، ونددت الوقفة بكافة أشكال العنف الذي ارتفع منسوبه في المجتمع ومجلس النواب. الخليل ولد جدود موفد الحدث إلى تونس معنا الآن أيضا لنستفهم منه أكثر حول الصورة، صورة هذه المظاهرات. مساء الخير الخليل، هل ما زالت مستمرة إلى الآن، وهل من يعني أي خطط لتظاهرات قادمة؟ المظاهرة انتهت قبل أقل ساعة من الآن، هي تعكس الزخم الشعبي المتزايد في تونس لحركة احتجاجات تعبر عن تململ التونسيين وسخطهم من أداء البرلمان ورئاسة البرلمان التي يتولاها حاليا راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية. هدف المظاهرة التنديد بتنامي العنف في تونس وامتداده إلى داخل مؤسسات الجمهورية، خلفيتها أحداث العنف التي شهدها البرلمان التونسي مؤخرا عندما تطور النقاش حول في إحدى اللجان البرلمانية على هامش جلسة عامة إلى عنف لفظي ومعنوي مارسه نواب من كتلة الكرامة الأصولية المحسوبة على حركة النهضة ضد زملائهم من الكتلة الديمقراطية. رسالتان بعث بهما الاتحاد العام التونسي للشغل إلى حركة النهضة وزعيمها الغنوشي في الأيام الأخيرة. الرسالة الأولى عندما تجاهله في مبادرة الحوار الوطني ورفض نور الدين الطبوبي عرض المبادرة أولا في البرلمان كما طالب بذلك الغنوشي، وذهب إلى رئاسة الجمهورية مرتين لمقابلة الرئيس قيس سعيد ومناقشة الخطوط العريضة لهذه المبادرة معه. وعندما حاول راشد الغنوشي تدارك الموقف ودعوة قال إنه مستعد للمشاركة في الحوار على أن يقتصر على القضايا الاجتماعية والاقتصادية،
اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل في تصريحات خاصة للحدث أدلى بها أمينه العام المساعد سمير الشفي أن في ذلك محاولة لتحجيم المبادرة، وأن الأزمة التي تواجهها تونس ليست أزمة اقتصادية واجتماعية فقط، وإنما أزمة سياسية بالدرجة الأولى. هذه المظاهرة تكثف تزيد الضغوط على راشد الغنوشي الذي يواجه ضغوطا متزايدة للقبول أولا بالتنديد علنا وبشكل واضح بالإرهاب وبالعنف وبقبول لائحة ضد الإرهاب في البرلمان، وأيضا برفع الحصانة البرلمانية عن نواب من كتلة الكرامة تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء. الغنوشي يواجه دعوات متزايدة في الشارع التونسي لحل البرلمان ولذهاب إلى انتخابات مبكرة، وهي دعوات تعبر قيادات وأوساط داخل الحركة الوصولية عن توجسها منها، وترى فيها محاولة لإنهاء دورها وهيمنتها على الحياة السياسية في تونس خلال السنوات الأخيرة. الخليل، يعني بالأمس بمنطقة القصرين شهدت المظاهرات مواجهات، يعني نسأل عن الوضع بتونس وهل من مخاوف بأي أحداث عنف بالشارع؟ عادة يتوجس المراقبون من أعمال عنف واحتجاجات في تونس خاصة في هذا الفصل في الشتاء، وكل مؤشرات توحي بأن تونس ستواجه شتاء قاسيا. الأزمة السياسية في تفاقم، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تزداد سوءا. الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان دعا لمظاهرة كبيرة في صفاقس ثاني أكبر مدن البلاد قبل 10 سنوات، ومع وغدات الاحتفال بالذكرى العاشرة للانتفاضة الشعبية، دعا لمسيرة في ظروف مشابهة في صفاقس. كانت المسيرة التي نظمها قبل 10 سنوات أدت لتغيير مسار الأحداث في تونس وإلى التسريع في الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق. الآن تتعالى الدعوات داخل تونس للمطالبة بالتغيير وبتغيير المنظومة الحالية، والتي يرى مراقبون أن الثابتة الوحيدة فيها مع توالي الحكومات والأجوه هو حركة النهضة ورئيسها الغنوشي. نعم. هذه الدعوات للتغيير كانت عادة تصدر، والمظاهرات كانت عادة قبلتها وزارة الداخلية. الآن نرى الدعوات للتغيير والتظاهر والتحشيد الشعبي في محيط البرلمان. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، خليل ولد جدود موفد الحدث إلى تونس. ابتكر أحد المختبرات الجامعية السويسرية طريقة لفحص فيروس كورونا خلال مدة لا تزيد عن 10 ثوان. الحدث زارت بشكل حصري هذا المختبر في مدينة لوزان السويسرية. في أحد مختبرات جامعة البوليتكنيك الفيدرالية في مدينة لوزان السويسرية، ابتكرت مجموعة باحثين طريقة تعتمد فحصاً سريعاً لتحديد ما إذا كان الشخص مصاباً بفيروس كورونا أو لا خلال 10 ثوان. الفحص يعتمد على نوعية وذبذبات صوت سعال الشخص من خلال تطبيق على الهاتف الذكي أو الحاسوب المتنقل. عمل الباحثان على اختراع وتطوير طريقة الفحص هذه منذ ارتفاع حدة الوباء في أوروبا، أي في مارس الماضي، فثلثاء أعراض الإصابة بكورونا تبدأ بالسعال لدى الأشخاص. سيكون هذا التطبيق في متناول الجميع بشكل مجاني، ما يتيح المجال للجميع لفحص نفسه بنفسه بشكل يومي لمعرفة إذا ما كان مصابا بفيروس كورونا أم لا، والحصول على النتيجة بثوان معدودة، فهذا قد يكون مفيدا لمن يود السفر والصعود على متن الطائرة. للتحقق من فاعلية التطبيق ومدى اعتماده من الطواقم الطبية مستقبلاً، قصدنا مشفى مدينة لوزان الفيدرالي للقاء البروفيسور فيليب ريفلان، أحد أهم أطباء الشطر الفرنسي السويسري. نتعاون في المستشفى الفيدرالي هنا في لوزان مع هؤلاء المخترعين بشكل دائم لإثبات فعالية اختراعاتهم على المصابين، وذلك بتجارب سريرية، ما يمكننا من مقارنة النتائج البيولوجية ونتائج التطبيقات التكنولوجية. أثبتت التجارب العلمية أن 85% من طريقة الفحص هذه
ناجعة، وأن هذا المختبر في طور الانتهاء من إصدار أول نسخة منها قبل نهاية هذا الشهر، ما يمكن حامل عوارض فيروس كورونا من فحص نفسه بنفسه دون الخروج من منزله، فذبذبات صوت سعاله ترسل عبر التطبيق إلى المختبر لفحصها. ليث بزاري، الحدث، لوزان، سويسرا. ومع هذه الأخبار نصل إلى ختام الساعة الأولى من حدث اليوم. في ساعة ثانية نفتح ملفات أخرى على رأسها تطورات متعلقة بإيران بالولايات المتحدة، وكذلك أيضا عودة إلى تطورات متعلقة بسوريا، وطبعا نطرح أسئلتكم حول المخاوف الموجودة حتى الآن من لقاح كورونا أو كل اللقاحات التي يتم توزيعها على العالم. أتمنى أن تتفضلوا بالبقاء معنا. لن نسمح لأحد بأن يهدد بهدم الدولة. هل يعني بأن الكاظمي الآن في مواجهة مع مؤسسة تابعة للجهات الرسمية؟ العراق الحالي لا يحتمل إلا أن يكون في حالة الحياد الإيجابي. ترى حضرتك مو رئيس وزراء منتخب من قبل الجماهير، مع مطلب الجماهير أن حكومتك هي حكومة مؤقتة، لا تختلق مواضيع، وإذا صارت مواضيع لا تدخل بيها. كيف يسمح لمجموعات حقيقة تحمل السلاح وتدخل إلى مؤسسات الدولة؟ هذا هو الواقع الآن، الميليشيات تحدد مسؤوليات وصلاحيات رئيس الحكومة. هنالك سرقة أموال الشعب، القتل، الطائفية، التبعية لدولة أجنبية. وكانت العملية الأمنية في بغداد أسفرت عن ضبط منصة من 23 صاروخ كاتيوشا كانت مهيئة لإطلاقها على المنطقة الخضراء. نحن على طريق بناء بلدنا، وأمامنا مستقبل يجب أن نبنيه لأطفالنا. البداية كانت حدثاً هو الأضخم في العقود الأخيرة. الانطلاقة كانت حدثاً هو الأسرع في تاريخ شبكات الأخبار العربية. كيف أصبحنا الحدث؟ ببساطة كنا هنا. أياً كان الحدث، أينما كان، وقتما كان، كنا فعلياً هناك على الأرض في موقع. لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة. لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل لـ 24 ساعة. لأننا نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة. أصبحنا الحدث. الدول الراعية للإرهاب. الشعب السوداني ليس إرهابيا ولا يمارس الإرهاب، ولكنه حكم بنظام يعاضد الإرهاب. نشط باسم السودان دي بيفتح لنا أبواب كثيرة جدا. هل هناك ما يدور في الأروقة أن ربما رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب هو مقدمة للتطبيع مع إسرائيل؟ المسألة ما زالت يحصلها الكثير من الجدل داخل ترويكا الانتقال في السودان. داخلياً يعني ما ردات الفعل على إمكانية تسليم البشير مثلاً إلى الجنائية الدولية؟ ملايين الضحايا انتظروا من الحكومة السودانية إنها هي تلتزم بتعهداتها. السودان يطالب بأن يصدر تشريع من الكونغرس يعيد للدولة السودانية حصانتها
ضد المقاضاة. يجب أنه لا يزداد الشعب فقرا ولا يزداد ألما، وإنما نقوم بالإصلاحات بطريقة تدريجية حتى لا يعاني الشعب. مشاهدينا في الساعة الثانية من حدث اليوم، أذكركم بأبرز ما ورد وسيرد فيه. في الساعة الأولى تابعنا القصة الأولى من سوريا، وفي التفاصيل تركيا تصر على السيطرة على عين عيسى، قتلى وجرحى في اشتباكات وانسحابات عسكرية تكتيكية. القصة الثانية تابعناها من السودان، في التفاصيل عشية ذكرى الثورة النيابة تمنع اللجوء إلى العنف، والشارع أمام مطالب متشعبة تنتظر التجسيد. القصة الثالثة نتابعها في هذه الساعة من إيران، وفي التفاصيل وكالة الطاقة تخلط أوراق نظام طهران المبعثرة، وطموح النووي في فوردو ينقل خشية إلى تحت الأرض. القصة الرابعة حول كورونا، وفي التفاصيل ما الذي تخشاه من تلقي لقاح كورونا؟ الحدث تفتح منصاتها وتنقل أسئلتكم لطبيب مختص. قبل كل ذلك نذهب إلى إعلان الحكومة اليمنية الجديدة. مخرجات الحوار الوطني الشامل هو على اتفاق رياض الموقع بتاريخ 5 نوفمبر لعام 2019، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة 2020 بشأن تكليف الدكتور معين عبد الملك سعيد بتشكيل الحكومة. وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، قرر المادة الأولى تشكل الحكومة على النحو التالي: الدكتور معين عبد الملك سعيد رئيسا لمجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين، الفريق الركن محمد علي أحمد المقدشي وزيرا للدفاع، معمر مطهر محمد الإرياني وزيرا للإعلام والثقافة والسياحة، واعد عبد الله عبد الرزاق باذيب وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، نايف صالح عبد القادر البكري وزيرا للشباب والرياضة، سالم صالح سالم بن بريك وزيرا للمالية، نجيب منصور حميد العوج وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات، سالم عبد الله عيسى السقطري وزيرا للزراعة والري والثروة السمكية، عبد السلام عبد الله سالم بعبود وزيرا للنفط والمعادن، خالد أحمد أحمد الوصابي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، اللواء الركن إبراهيم علي أحمد حيدان وزيرا للداخلية، أحمد عمر محمد عرمان وزيرا للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، المهندس توفيق عبد الواحد علي الشرجبي وزيرا للمياه والبيئة، محمد حزام الأشول وزيرا للصناعة والتجارة، الدكتور عبد السلام صالح حميد هادي وزيرا للنقل، محمد عيضة شبيبة وزيرا للأوقاف والإرشاد، عبد الناصر أحمد علي الوالي وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات، الدكتور قاسم محمد قاسم بحيبح
وزيرا للصحة العامة والسكان، حسين عبد الرحمن عبد القادر الأغبري وزيرا للإدارة المحلية، بدر عبد أحمد العارضة وزيرا للعدل، طارق سالم صالح العكبري وزيرا للتربية والتعليم، الدكتور أنور محمد علي كلشات وزيرا للكهرباء والطاقة، محمد سعيد الزعوري وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل، مانع يسلم صالح بايمين وزيرا للأشغال العامة والطرق. المادة الثانية: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. إذن مشاهدينا، تابعنا هذا القرار الجمهوري اليمني الذي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور معين عبد الملك ووزير خارجية السفير اليمني في الولايات المتحدة أحمد عوض بن مبارك، إلى جانب الفريق ركن المقدشي وزيرا للدفاع، وكذلك معمر الإرياني يبقى وزير للإعلام، وسيد بن بريك وزيرا للمالية، إضافة إلى أسماء أخرى. يأتي طبعا تشكيل هذه الحكومة من بعد الانتهاء من ترتيبات العسكرية التي كان قد حكي عنها الأسبوع الماضي مع الإعلان عن الاتفاق على كل المخرجات المتعلقة باتفاق الرياض. كان الاتفاق أنه سيكون هناك الانتهاء من الترتيبات العسكرية خلال أسبوع، بعده يتم الإعلان عن الحكومة. بالفعل قبل قليل تم فعلا الإعلان عن انتهاء من الترتيبات العسكرية، وهذا ما كان يتم التداول به في اليومين السابقين، واليوم بالفعل تم الإعلان عن الحكومة اليمنية الجديدة. نشير هنا لأنه بموجب الاتفاق هذه الحكومة تتكون من 24 حقيبة، هي مناصفة بين الشمال والجنوب. يعني لا أعلم، لم أسمع اسم سيدة داخل هذه الحكومة، وكان هذا الموضوع أيضا يعني يتم التباحث به. يبدو أنه معي كذلك ضيفي السيد علي صراري، على ما يبدو هو بات جاهزا للتعليق على هذا الموضوع. أستاذ علي مساء الخير، يعني أتابع مع حضرتك يعني قراءتك لهذه التشكيلة الآن، وهل كانت متوقعة؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. الواقع أن هذه الأسماء وبهذا التشكيل كان متداولا من بعض الوقت، وكانت المعلومات أكيدة أن هذا هو يعني سيكون التشكيل الذي يمثل مناصفة أولا بين الشمال والجنوب، وثانيا مشاركة سياسية واسعة لكافة القوى السياسية والوطنية التي تندرج تحت راية الشرعية. الواقع أن هذا الآن اليوم هذا تتويج للجهود التي بذلت في الآونة الأخيرة من أجل إيقاف الصراع البيني بين الحكومة وبين المجلس الانتقالي، وهو أيضا ثمرة للجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لرأب الصدع وفعلا توحيد أو مساعدة اليمنيين لكي يوحدوا جبهتهم الداخلية ويكتلوا قواهم باتجاه إسقاط الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة اليمنية الاتحادية. هذا يمثل نجاح يمني ونجاح عربي ونجاح التحالف، وبالتأكيد أن هذه الحكومة تمثل انعطافا حادا في مسار القضية اليمنية. والآن نستطيع أن نتحدث عن مرحلة جديدة ستكون مرحلة يعني نوعية في ما يمكن أن تحققه القضية اليمنية من تقدم على طريق استكمال مهامها. بس سيد علي، من ناحية التشكيل كان في حديث يدور وانتقادات حول أنه لم يكن هناك أسماء سيدات مطروحة في هذه الحكومة، لماذا؟ هذا صحيح، وأعتقد أن كثير من القوى السياسية قد عبرت عن موقفها وامتعاضها من عدم وجود من يمثل النساء في هذه الحكومة، خاصة أن النساء كنا قد شاركنا خلال العقود الأخيرة
بشكل دائم في بحقائب وزارية حقيبة وأكثر. نعم. وحقيقة هذه تعتبر يعني مثلبة أو يعني سلبية معينة، ولكن هي في الواقع تكون مفهومة في ظل الظروف التي أحاطت بتشكيل هذه الحكومة. طبعا ظروف يعني بأي طريقة سيد علي؟ بأي معنى؟ الظروف أقصد هذه الشراكة هذه الشراكة ويعني الشراكة بين القوى السياسية. طبعا كان بمقدور بعض القوى أن تقدم أسماء نسائية، ولكن كما يبدو يعني أنها يعني لم تولي هذا الأمر اهتماما كبيرا. ولكن هناك شعور عام لدى الجميع بأن غياب النساء في هذه الحكومة يمثل علامة ناقص في هذه بالنسبة لهذه الحكومة. طيب يعني بالنسبة أيضا لتمثيل إقليم تهامة، يعني أنا استمعت للأسماء ولكن لا أدري إذا كان قد حل هذا الموضوع، هل من تمثيل لهذا الإقليم وهل تم حل هذه النقطة؟ هذه أيضا يعني مسألة أخرى أيضا يعني على متناقص أخرى في تشكيل هذه الحكومة. ولكن للأسف الشديد هو طبعا طالما أن المسألة يعني شراكة بين الأحزاب فيعني كان من الصعب التنسيق فيما يتعلق بالإتيان بممثلين لكافة المناطق. نعم. يعني أقصد أنه يعني لم يكن أحد يدري ماذا سيقترح الطرف الآخر ومن أين سيأتي ممثليه إلى الحكومة. نعم. وهذا ربما هذا الأمر جاء بالصدفة، لم يكن مخطط له استبعاد إقليم مهم من أقاليم اليمن. ولكن أنا أعتقد أنه مثل هذه الأمور يجب تلافيها في يعني في المستقبل، لأن نعم. اليمن يحتاج فعلا إلى تأكيد وحدته الداخلية. طيب. توحيد كافة مناطقه وتوحيد كافة قواه. سيد علي أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. أذهب كذلك إلى ضيفي من الرياض دكتور نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام اليمنية. دكتور نجيب مساء الخير، أهلا بك معنا كذلك في حدث اليوم. أتابع مع حضرتك أيضا قراءة في هذه الحكومة وفي النقاط التي كانت عالقة بأوقات سابقة وكان من المفترض أن تحل ويبدو أنه لم يكن فيها حلول. مساء الخير. القضية لم تعد يعني صحيح أن هناك ملفات يعني عالقة يعني حصل فيها نوع من التجاوز كتمثيل النساء أو كتهامة، لكن بالأخير نحن نرى أنه اليوم تشكيل الحكومة يمثل نقلة نوعية ومهمة، وقطار اتفاق الرياض يتحرك بطريقة صحيحة. ما يهمنا اليوم هو تحقيق الأهداف وبناء المشروع وترسيخ سلطات الدولة، وبالأخير الكل مستفيد باتجاه تحقيق أهداف المعركة. يعني توزيع السلطة بالأخير أو تحمل يعني فكرة المسؤولية هي مغرم وليست مغنم اليوم، وبالتالي على الجميع اليوم أن يسير باتجاه يعني السير باتجاه تنفيذ اتفاق الرياض وهو ترسيخ سلطات الدولة، وهذه المسألة هي الجوهر والأهم من كافة القضايا، لأنه هذا سيمكن يعني الحكومة من تنفيذ يعني من تنفيذ اتفاق الرياض بكافة بنوده العسكرية والسياسية والأمنية والاقتصادية، وبالتالي نحن أمام نقلة نوعية. وأعتقد أن اليوم الصدمة الكبيرة هي موجودة في صنعاء عند الحوثية. اليوم الدولة تترسخ تجدر، كافة القوى الوطنية أصبحت اليوم صفا واحد وتتجه يعني وفق مسار واضح لتحقيق أهداف المعركة وهو إنهاء الانقلاب. دكتور نجيب، بما أنه حضرتك ذكرت موضوع أيضا يعني الإشراف على كل الترتيبات العسكرية الآن من جانب الحكومة والانتهاء من هذا الموضوع، سنذهب إلى كلمة للناطق باسم المجلس الانتقالي بأبيان حول الانتهاء من الترتيبات العسكرية. نتابع هذه الكلمة ومن ثم نعود إلى ضيفينا. الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. إيجاز
صادر عن العمليات العسكرية للقوات المسلحة الجنوبية حول استكمال تنفيذ إعارة التموضع والانتشار وفقاً للخطة التي أعدها التحالف العربي. لقد مضى عام ونيف حافل ببطولات الثبات والتصدي وضبط النفس، وكان من الطبيعي أن ينتصر التزام قواتنا المسلحة الجنوبية بتوجيهات قيادتنا السياسية العليا لحتمية تنفيذ اتفاق الرياض الذي لامس بحق تطلعات شعبنا في الاستقرار والسلام والبناء وحسم معركة القضاء على المشروع الإيراني الحوثي ومواصلة الحرب على الإرهاب تنظيمات وفكر ومصادر تمويل. منذ صباح 11 من ديسمبر الجاري، وهو اليوم التالي من وصول فريق التنسيق والارتباط التابع للتحالف العربي إلى أبين، باشرت قواتنا المسلحة الجنوبية وفقا لتوجيهات قيادتنا السياسية العليا ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزبيدي وبالتعاون مع فريق التنسيق والارتباط السعودي تنفيذ عملية إعارة موضعها وانتشارها في المواقع المحددة وفقا للخطة المعدة من قبل التحالف العربي. وخلال الأيام المحددة وبوجود فريق التنسيق والارتباط التابع للتحالف العربي المشرف على تنفيذ خطوات إعارة التموضع، حرصت قيادة قواتنا بمحور أبين وكذا قادة الوحدات على تذليل كل الصعوبات وتقديم أعلى درجات الانضباط والالتزام، وهو الموقف الذي أبلته قواتنا المسلحة الجنوبية وفقا لتوجيهات قيادتنا السياسية العليا منذ التوقيع على اتفاق الرياض وإعلان آلية التسريعية ووقف إطلاق النار. وحري بنا القول إنه بهذا الموقف الذي التزمت به قواتنا وبجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية قد اكتسب اتفاق الرياض مقومات الصمود كخيار غالب على ما دونه من خيارات معاكسة وعدائية سلكها الطرف الآخر في تصعيد خروقاته. إنه في هذا الإنجاز الذي نعلن من خلاله استكمال قواتنا المسلحة الجنوبية بمحور أبين وبالعاصمة عدن إعارة التموضع والانتشار بموجب الخطة التي أعدها التحالف العربي وأشرف على تنفيذها ميدانيا. نتوجه بخالص شكرنا وتقديرنا العالي للأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مثمنين جهودهم الجبارة والمثمرة في سبيل إنهاء الحرب وتوحيد الجهود السياسية والعسكرية تجاه مجابهة تهديدات الميليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية المتطرفة وإفشال المخططات المعادية التي تستهدف الأمن القومي العربي. كما لا ننسى أن نتوجه بالشكر لفريق التنسيق والارتباط السعودي الذي بذل أعضاؤه جهودا كبيرة وكانوا بمستوى المسؤولية وعلى قدر عال من التعامل الراقي والجاد في تنفيذ مهمتهم. إن السلام الذي نعيش لحظاته الآن على الأرض التي كانت شاهدة على صمود وثبات وبسالة قواتنا المسلحة الجنوبية لم يأتي إلا من منطلق القوة ومن حكمة وحنكة قيادتنا السياسية العليا. السلام على شعبنا الأبي الأشم في كل مدن الجنوب وأريافه، في كل واد وسهل وجبل، في برنا وبحرنا. السلام على كل الشعوب التي تشاركنا مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وتنظيماته وفكره ومعتقداته أينما كان من عالمنا. الرحمة والخلود للشهداء الأبرار، الشفاء العاجل للجرحى، الحرية للمعتقلين والأسرى، وإنها لثورة حتى النصر. إذن مشاهدينا، تابعنا هذه الكلمة للمتحدث أو الناطق باسم المجلس الانتقالي بأبين يعلن فيها استكمال الترتيبات العسكرية وفعلا الاتفاق على كل النقاط التي يعني كان تم الحديث عنها باتفاق الرياض. هذا يأتي
قبيل الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، ونتطرق إلى بعض الأسماء في هذه الحكومة. الدكتور معين عبد الملك رئيسا لمجلس الوزراء، السفير أحمد عوض بمبارك وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين، الفريق الركن محمد علي أحمد المقدشي وزيرا للدفاع، معمر محمد الإرياني وزيرا للإعلام والثقافة والسياحة، واعد عبد الله عبد الرزاق باذيب وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، نايف صالح عبد القادر البكري وزيرا للشباب والرياضة، سالم صالح سالم بن بريك وزيرا للمالية، الدكتور نجيب منصور حميد العوج وزيرا للاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب أسماء أيضا كثيرة تضاف إلى الحكومة المكونة من 24 حقيبة. عودة إلى ضيفي، أعود بداية إلى دكتور نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام. دكتور، يعني في أسماء طبعا كانت موجودة في الحكومة السابقة وهي احتفظت بمناصبها، وأيضا كان في اسم السفير أحمد عوض بن مبارك على أساس كان قد اعتذر بالأمس أو بالأيام الماضية، ولكن هو عاد وزيرا للخارجية. هل من تفاصيل؟ نعم، هذه التشكيلة هي تشكيلة متوازنة، وتركيبتها تعكس واقع القوة الموجودة في الميدان وتركيبة القوة المناهضة للحوثية. وأنا أعتقد أنه هناك توافق على هذه الأسماء سواء القديمة أو الجديدة، وهذا في غاية الأهمية. ما يهم اليوم أنه المجلس الانتقالي أصبح في قلب الشرعية، والشرعية أصبحت دولة قادرة على العمل في الميدان، وهذا تحول جذري ومهم، والجنوب هو مركز الثقل الأهم اليوم في إدارة المعركة ضد يعني مشروع إيران في اليمن وإنهاء الإنقلاب في صنعاء. هذا الأمر أصبح محسوب لدى كافة التكوينات. أي أطراف تحاول أن تتلاعب وتحاول أن تشوه هذا التحول الجذري والمهم والنوعي، أنا أعتقد أنها هي تشكل الطابور الخامس. وبالتالي نحن اليوم أمام تحول كبير 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 فيما يخص تحقيق أهداف المعركة. التشكيلة الوزارية فيها توازن وتمت وفق يعني حوارات ولقاءات ومساومات، وأنا أعتقد أنه رئاسة الجمهورية تمكنت من حسم هذا الأمر وتشكيل الحكومة يعني بناء على توافق مع الأطراف والتكوينات السياسية اللي هي الحامل الشرعي الفعلي للشرعية. وأصبح الانتقالي اليوم إحدى حوامل هذه المعركة، وهذا في غاية الأهمية، وكثير لا يفهمون هذا يعني هذا الملف. لكن يعني بن مبارك هو إحدى الشخصيات المهمة، وأنا أعتقد أنه سيلعب دور مهم في وزارة الخارجية، وأنا أعتقد أنه من الشخصيات يعني من الشخصيات المهمة الذي لعب دور كبير. بعض الأطراف قد يختلفوا معه، لكن التحولات السياسية ستقول أنه أنضج مما تتخيلون. عودة إلى ضيفي كذلك من القاهرة الأستاذ علي صراري المحلل السياسي. أستاذ علي، بالحديث عن الترتيبات العسكرية، يعني أيضا نقلنا الكلمة، فقط لنشرح للمشاهد ماذا تعني هذه الترتيبات العسكرية الآن، لأنه في كثير من البنود باتفاق الرياض من الناحية العسكرية، ولكن هذه الترتيبات هي فقط إعادة ترتيب بأبين وبعدن، أو يعني في تفاصيل أخرى؟ هذه الترتيبات طبعا هو نص عليها يعني آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتتمثل في الأساس بفك الاشتباك القائم الذي كان قائما في أبين، ونقل القوات الطرفين من أبين إلى يعني خارج هذه منطقة المواجهة هذه، والدفع بها نحو المواجهة مع الانقلاب الحوثي. طبعا هناك اتفاق يعني على الترتيبات الأمنية، يعني نوع القوة العسكرية والأمنية التي ستستمر يعني في أبين، وهي طبعا قوات تتبع الدولة، يعني قوات الأمن، وأيضا إحدى فرق يعني القوات الجنوبية التي لم
يعني لم يتكن طرفا في النزاع المسلح، وأنا أعتقد بأن الآن تتهيأ فرصة فعلا لأن يكون السلام في هذه المنطقة التي شهدت صراعا دمويا، تتهيأ الفرصة الآن لأن يلمس الناس ويعيشوا أجواء السلام، وأن يعني يشعروا بأن حياتهم يعني انتقلت بصورة نوعية إلى حياة آمنة ومستقرة. أيضا ضمن هذه الترتيبات اللي هو إخراج قوات المجلس الانتقالي من محافظة عدن، وهناك اتفاق على تشكيل بدعم من التحالف العربي تشكيل قوة أمنية تكون معنية باستتباب الأمن في العاصمة المؤقتة عدن، إلى جانب يعني بعض ألوية الحماية الرئاسية التي ستكون يعني مسؤولة عن حماية مقر الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن. وبالمجمل هذه الترتيبات تهدف بالأساس إلى نقل يعني القوى العسكرية التي كانت يعني إما مشتبكة أو تتحفز للاشتباك، نقلها إلى أماكن أخرى لكي تواجه مهامها يعني مهامها الحقيقية في مجابهة الانقلاب الحوثي. نعم. وإنهاء تواجد الحوثيين في مختلف مناطق البلاد. نحن اليوم نتحدث فعلا عن معركة وطنية شاملة. نعم. يعني هذه المعركة لابد أن تستعر فيها الجبهات كلها في مجابهة الانقلاب الحوثي، وبعد الفترة التي كان يشعر فيها الحوثيون بأنهم يعني يحققوا أهدافهم الهدف تلو الآخر، نعم. عليهم الآن أن ينتظروا مواجهة قوية وعنيفة تجعلهم ليس فقط ينكمشوا إلى يعني مربعهم الأخير، ولكن أيضا يعني دفعهم نحو النهاية المتوقعة. نعم. جماعة سلالية عنصرية طائفية. نعم. لا مكان لها. اسمح لي في إدارة البلاد. أنتقل إلى دكتور نجيب غلاب بالآلية الآن. دكتور نجيب، يعني النواب أيضا يتحضرون للعودة إلى مفروض اليمن لتصويت على منح الثقة لهذه الحكومة، ولكن هنا نسأل يعني هل ستكون العودة قريبة، وكذلك أيضا هل في أي أطراف سياسية اليوم قد تعترض على هذه الحكومة بالمجلس؟ أولا اتفاق الرياض يعني في بنيته هو ترسيخ سلطات الدولة بكافة أركانها، سواء التشريعية أو القضائية أو التنفيذية، وبالتالي عودة مجلس النواب وعودة الحكومة والمؤسسة الرئاسية أصبح هو الخيار المحسوم اليوم، وبالتالي نحن اليوم أمام تأسيس يعني جديد ونقلة نوعية للدولة اليمنية، وهذا الهدف الأساسي الذي حكم أهداف المعركة بقيادة المملكة العربية السعودية. المسألة الأخرى متى سيعودون، هذه مسألة ترتيبات، يعني ترتيبات سائرة على قدم وساق. ما يهم اليوم أنه تم إعادة ترتيب الوضع العسكري، والمسألة الأمنية والمسألة السياسية تم حسمها، وبالتالي نحن أمام نقلة جديدة فيما يخص وظيفة الدولة في تقديم الخدمات، في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة. وأنا أعتقد أنه الصراع الذي شكل حالة، يعني إحنا نقول أنه حالة خدم الحوثية داخل أطراف الحركة الوطنية، اليوم تم حسمها. ومهما كانت يعني يعني بعض الصراعات ما زالت مستمرة، لكن بالأخير هي تناوضات من أجل التحول بطريقة إيجابية لصالح تثبيت أركان الدولة. هذه مسألة أنا أعتقد الجميع أصبحوا على قناعة أنهم لابد أن يشتغلوا بهذه الطريقة، وبالتالي أنا يعني نرى أنه الكتل الشعبية المختلفة حتى في مناطق سيطرة الحوثية اليوم ستكون أكثر ثقة أن مشروع الحوثية ونفوذ إيران في اليمن قادم إلى هاوية وسيهزم حتما. سيد علي صراري ضيفي من القاهرة،
أيضا أسأل هنا عن يعني الاهتمام كله ينصب على هذه الحكومة وهذه التشكيلة، الاهتمام الإعلامي كذلك وأيضا السياسي. هذه التشكيلة أو هذه الحكومة اليوم كم هي يعني موضوعة تحت أطر زمنية محددة ومسؤولية لفعلا يعني تأمين تنفيذ بنود الاتفاق كامل؟ فعلا الآن يعني تستطيع القول بأن الكرة الآن صارت في مرمى القوى السياسية وفي مرمى الحكومة اليمنية التي أعلن عن تشكيلها. الآن فعلا ينبغي أن تبدأ الخطوات الأولى لعودة الحكومة ولعودة مؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وينبغي البدء بالشروع في تنفيذ المهام الملحة التي كان قد جرى التأكيد عليها من قبل أكثر من يعني سواء من القوى السياسية أو من قبل رئيس الجمهورية أو من قبل رئيس الوزراء. وهذا معناه أن الحكومة يعني فعلا هي الآن يعني الكل يتطلع إلى ما سوف يعني يصدر عنها وما سوف تقوم بعمله. وطبعا الآن الشعب يراقب والعالم يراقب، وفعلا لابد من أن تتوفر أو يعني يكون هناك عزم أكيد على أن تكون هذه النقلة نوعية يعني تؤدي فعلا إلى خلق انعطافة حقيقية في مسار القضية اليمنية. شكرا جزيلا لك ضيفنا عبر الهاتف من القاهرة علي الصراري المحلل السياسي، والشكر كذلك موصول لضيفنا الدكتور نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام اليمنية على أيضا مداخلته معنا. نذهب الآن مشاهدينا إلى فاصل، من بعده نتابع بحدث اليوم ما كنا قد أعلننا عنه على وسائل التواصل. الدكتور علي فطوم يجيب بعد قليل على انشغالاتكم ومخاوفكم من لقاحات كورونا. التغطية الحية والفورية على مدار الساعة، لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل ل 24 ساعة، أصبحنا الحدث. ترك مدينته المحروقة بلا وجهة، ركب البحر بحثاً عن الحياة، فغدرت أمواجه ولم يخلص ذلك القارب الصغير، فمن الذي نجا؟ هذه قصة مئات الآلاف من السوريين. من جديد، تلقى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة فايزر بايونتك خلال بث تلفزيوني مباشر في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة للترخيص للقاح ثان. وأكد بنس أن اللقاح آمن وفاعل، وكان مكلفا في الأشهر الأخيرة بتنسيق جهود مكافحة الجائحة من البيت الأبيض. وكنا مشاهدينا قد طلبنا منكم أن ترسلوا لنا أسئلتكم حول المخاوف من فيروس كورونا، ودعونا نستعرض بعض الأسئلة التي بالفعل طرحها متابعو قناة الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، ونناقش استفساراتهم هذا حول لقاحات كورونا والمخاوف المتعلقة بها.
دائما مع ضيفنا الدكتور علي فطوم، ضيفنا من ميشيغان. دكتور علي مساء الخير، اهلا فيك معنا دائما بحدث اليوم وعلى شاشه الحدث. يعني برح ابدا بالسؤال الذي تكرر كثيرا، كثير من المتابعين كانوا يسالون حول الاثار الجانبيه لهذا اللقاح، يعني وهنا نشير الى احمد قبل ان نذهب الى المراه الحامل، اشير الى انه كثير من المتابعين ما بينهم هاشم عثمان، محمد عبد وهاب، النائب أحمد أبو نوادر، مجاهد جعفر، وسناء عثمان، وكثير منهم بدأوا بالسؤال الأساسي. دكتور علي، الأثار الجانبية، ما هي هذه الأثار؟ نعم، شكرا على الاستضافة وتحياتي لجميع المشاهدين. الأعراض الجانبية تختلف من لقاح إلى آخر، ولكن إذا أخذنا اللقاحين الذين رخصوا خلال الأسبوعين الأخيرين وهي لقاح فايزر ولقاح موديرنا، وننظر إلى الأعراض الجانبية، الأعراض الجانبية كانت كأي لقاح نأخذه، وهو كان هنالك الوجع في مكان الحقن، كان هنالك عند بعض الناس بعض الحرارة إلى 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 درجة معينة. بعد الحقنة الأولى كانت الأعراض خفيفة جدا، بعد الحقنة الثانية كانت أعراض أقسى شوي، ولكن تبقى أيضا في حدود ما نعرفه من اللقاحات الأخيرة التي نأخذها بشكل عادي كالسعال الديكي وغيره من اللقاحات. إذن خلال الفترة هذه من حوالي 44 ألف في فايزر و 30 ألف في شخص في موديرنا، كانت النتائج أو الأعراض الجانبية خفيفة إلى متوسطة وتختفي خلال يوم أو يومين بعد أخذ الحقنة. لم يكن هنالك كثير من حالات الحمى أو حالات الوهن، هذه كلها حالات مرتبطة بالردة المناعية للجسم لأي لقاح. دكتور علي، أنا هون بدي أضيف سؤال، يعني الأعراض الجانبية هي تظهر مباشرة فور تلقي اللقاح، يعني مفروض أن نقيس خلال أول يومين أو ثلاثة أيام بكل مرحلة، ولا يمكن أن نتحدث عن أعراض جانبية بعد أشهر من أخذ اللقاح، صح؟ نعم، بالأساس تظهر هذه الأعراض الجانبية خلال يومين ثلاثة بالأول مباشرة بعد الحقن، وأيضا وتختفي خلال أسبوع أو أسبوعين نهائيا. لأن هنالك عوارض نادرة جدا في الجمهور الواسع، تبدأ بتلقيح أو تطعيم من عشرات الملايين، قد يكون هنا وهناك حالة معينة. السؤال قد يحصل هل هي حالة سببية أو حالة ظرفية، لا نعرف بالضبط. ولكن طبعا هنالك طلب من الشركات المختلفة، من موديرنا ومن فايزر، أن يتابعوا جميع من يحصل على هذا اللقاح لمدة سنتين. الدراسة السريرية مستمرة لمدة سنتين، إذا سنحصل على نتائج، الإمكانية أن يظهر لدينا شيء خاص ونادر خلال هذه الفترة هي ضئيلة جدا وتعتبر نادرة وغير يعني لا يمكن نتعامل معها بطريقة جدية. دعنا نذهب إلى سؤال آخر على صفحة قناة الحدث في موقع فيسبوك. أحمد عمار يسأل عن المرأة الحامل وعن الأشخاص الذين أصيبوا بكورونا وشفوا من هذا الفيروس، هل في مخاطر لو أخذوا تطعيم؟ لنبدأ بالمرأة الحامل دكتور علي. بالنسبة للنساء الحوامل لم يدخلوا في الدراسة السريرية الثالثة، وبالتالي لا يمكن أن يكون اللقاح قابل لإعطائهم للنساء الحوامل. هنالك أساس، من استثني من الدراسة السريرية الثالثة لا يستطيع أن يكون من مستعملي هذا اللقاح، ولذلك يجب على الشركات المختلفة والمؤسسات المختلفة أن تقوم بدراسة خاصة في النساء الحوامل حتى نعرف مدى تحملهن، مدى ردة الفعل المناعي، وأيضا إذا كان هنالك تأثير على الجنين. وبالتالي هي دراسة ستقوم بها هذه الشركات خلال الأشهر القادمة. إذا كان اللقاح سليما ويعطي النتائج الجيدة في هذه الفئة من الناس، طبعا سيكون هنالك عودة إلى FDA أو المؤسسات الصحية لكي يرخص من أجل هذه الفئة. من ناحية الناس الذين يشفوا،
حتى الآن لدينا أكثر من 60 مليون شخص الذين في العالم الذين أصيبوا بهذا المرض. وإذا نظرنا إلى هؤلاء لنرى كم من هؤلاء أصيب للمرة الثانية، نجد أن العدد لا يتجاوز المئات. وبالتالي إذا الشخص الذي تعافى من المرض، أصيب بالمرض وتعافى، هنالك إمكانية جيدة جدا أن يكون قد تعافى، وهذا الشخص أيضا لا يحمل الفيروس في داخل أنفه. يعني أفضل نوع من المناعة هي تلك المناعة التي نأخذها بعد أن يحصل لدينا عملية المرض. إذا العودة إلى أو إصابة المرض مرة ثانية ضئيلة جدا أو معدومة. وبالتالي بالنسبة إذا فرضنا شخص لم تكن لديه مناعة وذهب وأخذ اللقاح، جسمنا لديه الإمكانية أن يراقب ما يحصل في داخله. وبالتالي إذا كانت لدينا مناعة قائمة وأتى إلينا لقاح معين أو تطعيم معين، هذه المناعة تقضي على هذا التطعيم وتعتبره كأنه لم يكن. إذن لا يوجد هنالك سقوف معينة في داخل الجهاز المناعي التي تمنع مثل هذه الحوادث أو تمنع أي نوع من المناعة، عدم المراقبة. بس كم شهر مفروض يكون لدى المتعافي مناعة؟ يعني هذا سؤال بهمني أنا شخصيا لأنه أنا أصبت وتعافيت أيضا. سلامتك. الله يسلمك. بالنسبة لحد الآن لا نعرف. ما نعرفه لو كان نحن بدأت الجائحة بشهر 4، لو كانت نفرض أنه 3 أشهر أو 4 أشهر أو 5 أشهر، كنا لازم نشوف حالات جديدة في هذه الفئة المجموعة المعينة، كان لازم صرنا نشوف أكثر وأكثر في شهر 8-9-10. لم يحصل ذلك، بمعنى أن هذه المناعة التي اكتسبت نتيجة للإصابة في حال تكونت مناعة جيدة قد تكون لفترة طويلة. هل ستكون لأكثر من سنة؟ لا نعرف. يعني لدينا بعض الأمور بالنسبة لهذا المرض وهذه الإصابة، كثير من الأشياء لا نعلمها، وبالتالي نحن نتعلم مع الوقت ونستطيع أن نستنتج بما يحصل. صحيح. لننتقل أيضا إلى سؤال آخر. صلاح الدين أبو عيد على صفحة الحدث السوداني على فيسبوك سأل: في حال سوء تخزين اللقاح، ما هي الآثار المترتبة بحال تناوله؟ إذا كان السوء في معناها غير صالح للاستعمال. بالنسبة لي المركبات المختلفة، المركبات المختلفة قد يجوز أن مثلا مسنجر RNA اللي هو من مودرنا ومن فايزر قد يتحلل، بمعنى يتكسر. إذا تكسر لن يكون لديه الإمكانية لكي يعطينا مناعة، بالتالي نصبح كأننا حقنا أنفسنا في لا دواء أو لا يعني بس لا يؤذي أيضا. ليس هنالك أذية إلا في حالة أن عدم التخزين أدى إلى نوع من contamination، نوع من تلوث دخلت او شيء، لذلك هذا النوع من هذا ممكن يكون مضر. ولكن حتى الان نتحدث عن بالنسبه للتخزين، بالنسبه للتخزين هو قائم، لا يوجد اي مشكله الا في هذه الحاله، وهي حاله ضئيله جدا امكانيتها. نسبه ضئيله جدا. لنذهب إلى صفحة الحدث التونسي حيث يسأل المشو: ما هي نسبة الرصاص في هذا اللقاح؟ في رصاص باللقاح دكتور؟ لا، الرصاص اللي أو والأرجنتوم اللي كان بالأول بالنسبة كان يعطى أو يضع في داخل اللقاحات كنوع من المحافظة على هذا اللقاح، زي مثلا بحطه بالأغذية، بحطه نوع من البريزيرفاتيفز، هذا كان موجود زمان. فعندما خلال أعتقد من سنوات 90 FDA قررت أنه لا يجب أن يكون اللقاح ستيرل، يعني نقي 100%، وبالتالي لا يوجد استعمال لهذه لهذا النوع من البريزيرفاتيفز. وأيضا تخلصنا من
من الأنبوبة أو اللي فيها 10 أو 15 حقنة لحتى لا نعود نفتح وندخل مرة أخرى في الإبرة إلى داخل اللقاح، وهناك فقط لقاح لواحد أو اثنين فقط وليس أكثر، وبالتالي إمكانية أنه يكون في عندنا نوع من الكونتامينيشن ضئيل جدا. نذهب أيضا إلى سؤال آخر على فيسبوك، طرحت عزة الموريتانية السؤال: هل صحيح أن اللقاح الجديد فايزر تحديدا يسبب السمنة وزيادة الوزن للمريض مع شفائه من كورونا؟ دكتور علي بليز قول لا. لا، يعني في أشياء اللي طبعا ممكن تحصل، يعني ممكن واحد يطيب من الكورونا ويزيد له كم من كيلو، بس بصورة عامة لا علاقة بين الاثنين. ممكن انه الشهية تزداد لانه في خلال الإصابة كانت الشهية معدومة، وعدم الحس بالطعم انعدم، وهي احدى ظواهر الإصابة بالكورونا انه الواحد يفقد الشم والذوق، وبالتالي ممكن ان يحصل ذلك، ولكن لا علاقة لا للكورونا ولا للقاح في ذلك. نذهب إلى السودان، رضوان عاطف من هناك طرح عددا من الأسئلة، نبدأ بسلبيات وإيجابيات اللقاح. هذا سؤال طويل. بالنسبة للسلبيات حكينا عنها، اللي هي قضية الأعراض الجانبية وإلى آخره، وهذه طبعا واردة. بالنسبة لأهمية اللقاح، أهمية اللقاح تمنع المرض، بمعنى أن هي للوقاية، يعني نعطي اللقاحات أو التطعيمات نعطيها للإنسان الصحيح، بحيث أنه في حال تعرض لحالة مرضية أو لمسبب المرض فهو لن يمرض. إذا الأهمية الأساسية بالنسبة للقاح هي المنع والوقاية من الإصابة، ولذلك هذا هو الأهم بالنسبة لنا، وبالتالي لا نمرض، لا نأخذ الأمراض، ولا نعدي أو نعدى بالنسبة للإصابات في الأمراض المختلفة. طيب، هو طرح عدة أسئلة بعتقد كثير منها تم الإجابة عنها، ولكن بموضوع إذا ما كان هناك تأثير لأصحاب الأمراض المزمنة والوراثية، وهنا أيضا نسأل عن من لديهم أمراض أو حساسية معينة، هل اللقاح يؤثر على هؤلاء؟ نعم، كان هنالك بعض الناس مع حساسيات مختلفة، ولذلك لما نظرنا إلى السلامة وأيضا إلى النجاعة بالنسبة لهؤلاء الفرقتين، كانت نسبة الناس اللي عندهم حساسية في اللقاح كانت 6% ستة في الألف، وبالنسبة للآخرين اللي أخذوا الرقابة أو اللالقاح كان عندهم نسبة 5%. إذن لا يوجد هنالك ولم يكن هنالك عوارض شديدة. الذي حصل هو عندما خرجنا إلى الجمهور وبدأنا بالتطعيم، كان هنالك بعض الناس لديهم تاريخ وخلفية لحساسيات قاسية، وبالتالي حصل ما حصل في الحالتين الذين حدثوا في بريطانيا والحادثة التي حدثت في ألاسكا. إنه ولذلك كان التوصية كانت هي ليست أنه نستثني هؤلاء، وإنما في حال كون الشخص لديه حساسية فيجب إعطاؤه اللقاح تحت نظر الطبيب، حتى يتدخل الطبيب في حالة أن الحساسية ظهرت. إذن القضية ليست نهائية، وإنما هنالك إمكانية للتعامل مع الظرف الخاص لبعض هؤلاء الذين لديهم هذه الخلفية الصحية. نذهب إلى صفحة الحدث العراقي، أمير أمير قال أو سأل: هل المصاب المشفي من كورونا يأخذ اللقاح؟ هذا أجبت عنه دكتور. نذهب كذلك إلى سؤال على تويتر، المغرد أبو محمد الخرف: ما صحة ما يدور حول عدم ضمان شركات التصنيع ما ينتج عن التطعيم من أضرار؟ يعني هل هذا مضمون مش مضمون؟ هل تتحمل هي المسؤولية هذه الشركات أصلاً؟ نعم، هذا سؤال حساس جدا، يعني اللي هو طلبت هذه الشركات من الحكومات المختلفة أن تعفيها من أي نوع من الضرر إذا ما حصل هذا الضرر. نعم. إذا هذا الشيء موجود، وهذا قضية بالأساس قضية أخلاقية واقتصادية بالنسبة للشركات، لأنه إذا كل الشركات هذه
مصالح معينة وبالتالي لا تستطيع أن تخاطر. إذا أنت الحكومات نعم. أخذت هذه وأعفت الشركات في لبوديرنا وفايزر على ما أعتقد هم التنتين إنه لا يمكن إنه لا يستطيع أحد أن يقاضي هؤلاء نتيجة لحالة مرضية معينة طيب. اللي ممكن تكون إثبات هذه القضايا أنها مرتبطة سببيا باللقاح نعم. هذه قضية كمان مهمة وقضية وجدلية جدا وصعب. طيب بس دكتور علي بنعم أو لا هل في أمونيوم باللقاح؟ سؤال كذلك المغرد. الأمونيوم نوع من أنواع المركبات الكيماوية موجودة في كثير محلات ولكن حتى بالنسبة لموديرنا وفايزر نعم. حتى السوائل الموجودة فيها لا يوجد فيها أمونيا بشكل خاص يعني نعم. ولكن الأمونيا هي ممكن نعملها سائل نعطيه للأمراض نعطيه يعني موجود كعلاج لقاحات وأدوية مختلفة طيب. ما لها علاقة الأمونيا لحتى نلحق أيضا سؤال أخير من السودان يسأل هل الإنسان المصاب بإكزيما وربو غير مسموح له أن يأخذ هذا اللقاح باختصار بدقيق لا نعم لا لا لا, لا يوجد أي سبب أنه ما يأخذ هذا اللقاح لأنه اللقاح كان فيه ناس مع أمراض مزمنة وبالتالي إذا نرجع وطبعا هون العودة إلى الطبيب المداوي شيء مهم أن يقرر الطبيب وأن يعرف هذا الطبيب ما حصل في الدراسات وأن يستشير ولكن بصورة عامة كثير من الناس الذين كانوا في هذه الدراسة لديهم هذه الأمراض ومن بينها الربو ومن بينها السكري ومن بينها ضغط الدم وأمراض قلبية وغيره إذا المجموعة السكانية 40 ألف والثلاثين ألف بهذول الدراستين نحن نعرف تفاصيل عنهم نعم. لم يكن هنالك مشكلة بالنسبة لنوعية الخلفية المرضية للناس اللي شاركوا وكانت نسبة النجاعة والسلامة متشابهة مع الناس السليمين والشباب أو الفئة العمرية الشابة طيب أيضا يبدو أنه فينا ناخذ سؤال كذلك ننتقل إليها الآن إذا صلاح الدين دهمش يسأل ما تأثير لقاح فيروس كورونا على حمض الدي إن إي هذا سؤال مهم بدأنا ندخل بالتفاصيل التفاصيل الآن نعم بالنسبة للمسنجر المسنجر رأيك من اسمه أنه هو رسول يحمل معلومة يذهب بها إلى السيتوبلازم خارج النواة الخلية الدي ان اي موجود في داخل الخلية ولذلك نعطيه احنا للمسنجر لا يذهب إلى النواة ويبقى في خارج النواة نسميها وهناك الرسالة توصل عندما وصلت الرسالة وترجمت هذه الرسالة الرسول يقتل أو يقتل يقضى عليه ويحلل وبالتالي ينتهي من الوجود إذا لا علاقة ولا ارتباط ما بين المسنجر RNA الذي نعطيه كلقاح وبين الدي ان اي وهؤلاء مجموعة أو جزيئين مختلفين جدا نعم. ولا علاقة بين الاثنين بداخل الخلية وذلك إمكانية أن يؤثر المسنجر RNA على النواة وعلى الدي ان اي هو صفر 100% إلى الحدث التونسي صفحة الحدث التونسي لدينا شيرين تسأل هل هذا اللقاح يستخدم مرة واحدة على جرعتين أم يستخدم مرة كل عام مثل لقاح الإنفلونزا؟ هذا كمان سؤال كتير منيح حتى الآن نحن نعطي الجرعتين الأوائل وهنالك دراسات مستمرة لنعرف مدى الانحدار في كمية المناعة خلال الأشهر الستة الأولى والسنة الأولى والسنة الثانية وطبعا سنرى النجاعة إذا المناعة انخفضت ستظهر النجاعة أيضا ستنخفض وبالتالي في مرحلة معينة ممكن أن نعرف هل نريد أن نعطي محفز أو حقنة محفزة بعد ستة أشهر أو بعد سنة النقطة الأخرى إنه هل هذا الفيروس سيكون موسميا كالإنفلونزا أم أنه سيكون معنا خلال السنة وبالتالي هنا بناء على هذه المعطيات التي أو النتائج التي سنحصل عليها سيكون هنالك قرار كيف يمكن أن نتعامل مع الحقن المحفزة وإمتى ومتى وأين وإلى آخره ستكون هذه القضايا ستحل مستقبلا
دكتور علي، أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على الإجابة على كل هذه الأسئلة التي نقلها لنا متابعونا. الدكتور علي فطوم، الأستاذ في جامعة ميشيغان والباحث في علوم الأمصال البكتيرية والفيروسية. شكرا. أتمنى مشاهدينا أن نكون قد تمكننا من الإجابة على يعني أكبر عدد ممكن من التساؤلات الموجودة الآن حول اللقاحات المتوفرة حتى الساعة لفيروس كورونا، ونتمنى لكم السلامة الدائمة. في ختام برنامج حدث اليوم، شكرا لكم على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.